في موضوع آخر، قتل قيادي في ميليشيا الانتقالية الإماراتية برصاص مسلحين مجهولين في العاصمة المؤقتة عدن. وبحسب مصادر إعلامية، فإن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مسؤول النقاط الأمنية الشرقية لقوات الحزام الأمني بالقرب من جولة مصعبين بدار سعد. نسلط الضوء أكثر على هذا الخبر، وينضم معنا عبر الهاتف القيادي في المقاومة الجنوبية والناشط الحقوقي سيد عادل الحسني. مرحبا فيك سيد عادل. إذن هل لديك من معلومات أو تفاصيل حول هوية القتيل في الحزام الأمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم، مستمعي الكرام. القتيل ينتمي للحزام الأمني وهو القطاع الشرقي، وسبق أن نبهنا أن هناك ترتيبات في عدن يعني يقودها هاني بن بريك لخلط الأوراق في عدن للقضاء يعني لعدم تنفيذ اتفاقية الرياض، أو على الأقل البنود التي لا تناسبهم في قضية تسليم السلاح، في قضية دمج هذه الميليشيات. سيعمدون إلى زرع الفوضى، وسيبدأون بعناصر تابعة لهم حتى يبرئوا أنفسهم، وإلا فنحن قد رصدنا هذه التحركات وقد تكلمنا وتكلم الكثير أن هناك يعني انتشار للملثمين في منطقة الشيخ عثمان، في منطقة دار سعد. نعم. وهم تابعين لشران المقطري وتابعين لهاني بن بريك، وسبق وأنا تحدثت أن هناك سجين خرج من عند شران المقطري من قاعة وضاح، وأنه قد تم تكليفهم ببعض الأمور، فمنهم من رفض ومنهم من وافق، فهم يعني يعمدون إلى خلط الأوراق وزرع أجواء من الفوضى حتى لا يتسنى لهم يعني البقاء أكثر في عدن وعدم قيام الدولة. لكن سيد عادل، خلط الأوراق يضطرون معها لقتل قيادات موجودة أو محسوبة عليهم؟ الله يا أخي الكريم، لو تابعت الأحداث حتى مسبقا، حتى قتل منير اليمامة يعني عليها علامات استفهام كثيرة، ثم بعد مقتل اليمامة مباشرة حددوا مكان الجنازة سيكون في قبر المعاشية، في مقبرة بجنب المعاشيق، ثم اقتحموا المعاشيق، ثم اعلن هاني بن بريك النفير. كل هذه يعني خطوات يعني مدروسه. الامارات تقول البديل اللي في عدن هي الفوضى. هذا الجناح التابع للامارات بما يسمى المجلس الانتقالي او هذه الميليشيات لا زال تحت سيطره الامارات، وهي تقول للسعوديه وتقول للعالم ان البديل اللي في عدن الفوضى وعوده الارهاب وعوده الاغتيالات. إذا أنت تستبعد فرضية من أن يكون هناك خلافات بين قيادات الحزام الأمني أو المجلس الانتقالي، وإنما كما ذكرت هو عملية لخلط الأوراق أو محاولة لخلط الأوراق. بالضبط أخي الكريم، هذا يعني المجلس كله والميليشيات هذا لا زالت في يد الإمارات وفي يد ضباطها، لا زالت مرتباتهم، لا زال القضاء الذي يصرف لهم اليوم، لا زال الوقود البترول، لا زالت المستحقات كلها تصرف من قبل ضباط الامارات، وهم المتحكمين في هذه الميليشيات، وهي عباره عن بندقيه مستاجره. القرض منها تعطيل اي قيام الدوله في عدن، لن يسمح لبناء عدن ان يعمل، لن يسمح. طيب سيد عادل، هل تعتقد ان هناك رابط بين عمليه الاغتيال هذه وبين تنفيذ اتفاقيه الرياض، لا سيما واننا سمعنا مؤخرا الى الهجوم اللاذع الذي قام به مستشار الرئيس احمد عبيد من دغلي لقاده الانتقال متهما اياهم بالمماطله وانهم مساعري حرب؟ هل تعتقد ان هناك رابط بين ما جرى وبين هذه التصريحات وعدم تنفيذ اتفاق الرياض؟ في الاسبوع الماضي منعت ميليشيات الانتقالي قوه الدفاع الساحلي من المرور الى عدن والذهاب الى اللاحق في المكان الذي حدد لها حسب اتفاقيه الرياض لمقاتله الحوثي، ومنعت ايضا كتيبه الحرس الرئاسي من توجه المعاشيق، ومنعت القوات الخاصه، ومنعت قوات النجده. هي تعرف أن وجود القوات هذه في عدن معناها القضاء على هذه الميليشيات حسب اتفاقية الرياض التي نصوا عليها. هم ظنوا يا أخي الكريم من خلال اتفاقية الرياض أنهم سيأخذون الشق السياسي، الشق السياسي الذي ينص على دخولهم في الدولة، دخولهم في الحكومة، دخولهم في قضية المحافظين، قضية المدراء الذي سيعينون، ثم سيتملصون من الاتجاه العسكري. الشرعية اليوم ثبتت على موقف واحد أنها لا تنفيذ البند السياسي حتى يتم تنفيذ البند العسكري الذي يقتضي تسليم السلاح ويقتضي دمج هذه الميليشيات ويقتضي دخول القوات التابعة للرئاسة والدولة والشرعية إلى عدن. إذن شكرا جزيلا لك القيادي في المقاومة الجنوبية والناشط الحقوقي سيد عادل الحسني.